العراقيين تداولوا هذا الفيديو أكثر من السوريين على الفنان الكبير أيمن زيدان. هذا التاريخ اللي رسم البسمة والضحكة على كل الوطن العربي، مو بس على السوريين وسوريا. أنا ما أحكي هسه لا سياسة ولا أحكي شيء ولا إلي علاقة به هو ويا منو أو مع منو. أنا أشوفه هو ويا بلده، هو ويا أرضه، هو ويا شعبه. الفنان مو سياسي. لكن سؤالي للعراقيين، أنتم لما جبتوا هذا الفيديو وتحجون على هذا الفنان الكبير وتفشرون عليه والله لأنه قاعد يشرب عرق، ليش ما تفشر على رجل الدين اللي يبوك؟ ليش ما تفشر على رجل الدين اللي يزني ومن جوا جوا وبالعباية؟ ليش ما تفشر على الناس والحرامية اللي موجودين واللي يقولوا لك علي وعمر؟ على القليل هذا الفنان واضح، هذا دا يقول لك أنا هاي حياتي الشخصية، فني وعملي وإبداعي دا أقدمه للناس، ما قدمت لك فشي سيء. والمشكلة أغلب اللي فشروا عليه هم سيئين. اسمع. افتكرني لحظة حلوة عشت فيها انهار، افتكرني مرة حلوة انسي معنا خليه بدون صوت. يعني الفنان أيمن زيدان هذا العملاق، هذا الكوميديان الكبير، شنو اللي سوى لك يا مو زين؟ والله انت شغله فيديو قاعد يشرب عرق، انت شالك بحياته الشخصية؟ انت إلك علاقة بالإبداع اللي قدمه لك؟ يا ريت لو كل المبدعين بكل مجالات يشربون عرق ويقدمون اللي قدمه أيمن زيدان من كوميديا وصلت لكل الوطن العربي في ظل أيام ما كان أكو شيء اسمه تواصل اجتماعي ونجومية وشهرة مثل هسه، كل اثنين ثلاثة صاروا نجوم، ماكو، كان الإعلام محدود ووصل إلى ما وصل له، وتجي أنت واحد حش السامع قاعد ورا الكيبورد تفشر والسب عليه.